هاد السيد سميتو فران، بان ليه واحد سراغ زيت في الزنزانة ديالو. الناس العاديين ما غادي يفكروا في والو، ولكن بالنسبه لفرانك البق ما يزهق. الحبس قديم بزاف، وفي وقت الغروب كيتحرك الريح، يعني الحياه كيرشه وملوحه البحر كتصدي الحديد، وهذا الشيء زعمهم يحفروا. ولكن الحاجه اللي ما توقعناش باش غادي يحفر فرانك مقاس الضفار، وهذا المقاس الضفار كان عند المدير ديال الحبس. شفروا فرانك ملي خلاه في الطفايه، كانوا جوج، خذوا واحد وبقى واحد، وباين ما غيدي ما غيجيب المدير. بدا فرانك يحفر دقه دقه، وواحد صاحبو حداه كيرد مع البال الا كان الحارس دايز كيقولها ليه، ولكن داك مقاس الضفار ما قدا ليه والو. في وقت الماكله شاف فرانك في المعلقه وعرف خدامه ليه، والمشكله خاصو يرجعها. مسحها في صباطو ومشى عند الحارس، قال لي بدل عليا، وجاب معاه صاحبو يلهيه باش يخرجها معاه. المعلقه كان خاصها شي روتوشات باش تخدم مزيان. في الصباح تلاقى مع واحد الشيباني عنده فلوس ديال المعدن، تفاهم معاه فيها حيت خدام عليه في البلان ديالو. من بعد حط بزاف ديال الوقيد في الحك ومعاه الفلوس ومقاس الضفار، وشعل العافيه حتى لصق داك الشيء، وصايب واحد الاله صحيحه وبدا كيحفر الحيط. داك الشيء خدام ناضي، داز ساعه جا العساس ما بان ليه والو، وبالليل كمل الشغل ديالو. وفي الصباح داك التراب ديال الحفير رماه في الارض، الحفره بدات كتكبر، وحاول فرانك يجبد الحديده ولكن مازال شاده في الحيط. الغد ليه في مصنع الحبس، شاف فرانك واحد التويشيه معدنيه من جهه بجوج ويخرجها، ولكن قالت كشف المعادن غادي تشدو، ودار بلان زوين هز معاه. فاش كان خارج صفر الجهاز وما تسناش الضابط يسولو وجبدها ليه، وقال الحارس باللي غير لصقات ليه في حوايجو، ولكن الحارس ما تاقش بيه وقلبو مزيان. ومع دخل الزنزانه جبدها من قاع الصباط ديالو، دخلها في قنت الحديده ودفع برجليه مزيان وتحيدات من بلاصتها، لكن بقى داير بالو مع الحساس لا يحصلو. شد ديك الشبكه ديال الحديد وطروفه ديال الجورنال وشويه ديال السيما، وقاد وحده متريكيه حتى من راسو قاد واحد الجمجمه ولولها ودار لها الشعر وحطها فوق من بلاصتو بحال ناس. دخل من الحفره وحط الشبكه الوهميه، مع دخل من الحفره داز الحارس شافو هو ناس بكري، ولكن ما داهاش فيه. طلع فرانك للطاج الفوقاني ووصل لاعلى بلاصه في الحبس، ملقاش الطريق غير السقف وشرجم عالي بزاف وفيه الكرياج وما يقدرش يوصل ليه. وفي الجهه الاخرى داز الحارس ديال الحبس وسول صاحبو علاش فرانك ناس بكري اليوم، وقال ليه باللي راه مريض. شويه بدا كيعيط عليه الحارس، فرانك ما تململش من بلاصتو. الحارس حس بشي حاجه ماشي هي، وحط يديه باش يفيق فرانك، وما حط يديه فرانك حرك راسه، غالبا بلي فرانك عنده الزهر جمعها قد قد. ومن بعد فرانك جاب صحابو باش يهربوا وطلعهم للبلاصه الفوقانيه، وطلع فوق من صحابو وجر الحديده ووالو، بان ليه بلي خاصهم شي منشار ديال الضو ولا شي شينيور. واحد النهار كانوا دايرين حفله في قاعه ديال الموسيقى، فرانك بانت ليه واحد الفرفاره قديمه ومهرسه. في الوقت اللي كانوا كيحولوا في الدوزان ديال الحفله، فرانك حط الفرفاره في الصندوق وسد عليها. ما غادي يخرج غادي يجي الحارس وقال لهم وروني شنو كاين في الصناده. فرانك هز الصندوق وقال ليه بكل بروده هاك قلب. الحارس شاف فرانك واثق من نفسه وشاف صاحبه الاخر متوتر، قال لي انا نقلب صاحبك، وخلى فرانك يمشي في حالاته. فرانك بين باللي عنده مع الضغط وما كيتخلعش. وفي النهار الثالث وصلوا هو وصحابه للشرجم وهرس القطيب اللي في الشن بحديده صحيحه، وطلع الفوق وعطاه صاحبه الفرفاره وخذ قطيب كان شراه ماد واحد المسجون معاه هو شي سلوكه تاع الضو، وصايب شينيور لراسو كيحفر وكيتقب في الحيوط. وقتها كانت الفرفاره ثقيله في الحفير قدات الغاره، وقبل ما يهربوا بوقت قصير جا الدوريه تفتيشيه من الحراس، اختاروا فرانك بالضبط. الحارس خرج ليه الكاتري ديالو حوايجه وقلبهم بآله كشف المعادن، ودخل مدير الحبس وحيد واحد الصندوق وبانت ليه الحفره مقاده حيت فرانك كان مقاد شغله، حتى واحد ما يقدر يفرق بين الحقيقيه والمزوره. الحراس ما لقاو والو ومشاو، وجا وقت الهروب من الحبس. مشى هو وجوج صحابو في الليل، ولكن البلا الخايب صاحبهم الرابع اللي كان معاهم مستريسي وما يقدرش يمشي معاهم، كان مخلوع بزاف وكيبكي. فرانك وصحابو قدروا يطلعوا واحد يشد في الاخر، وصلوا الكرياج وتخباو وهبطوا من القادوس للارض، وصلوا الكرياج الاخر وقدروا ينقزوا. صافي الحريه قدامهم. صاحبهم الرابع يلاه قرر يهرب، ولكن ملي وصل تحت الشرجم الكبير ما قدرش يطلع حيت عالي بزاف. فرانك وصحابو وصلوا للواد وجبدوا ميكه كبيره ونفخوها وعاموا بها. في الفجر
جا الحارس باش يقلب واكتشف باللي فرانك مازال ناعس وما كيجاوبوش، مع شعل الضو بغى يفيقو طاح الراس اللي كان مصايب فرانك ولونسا بالزرب للمدير باللي فرانك راه هرب، وبداو كيفتشوا عليهم في الجزيره كامله ما كاين حتى شي اثار ليهم بثلاثه. وبسبب هذا البلان الحبس ديال الكاتراز تقفل نهائي. هذا الفيلم انتج سنه 1979 وهو فيلم الهروب من السجن. الى عجبكم الفيديو اشتركوا معنا، خلوا لنا كومونتير زوين باش نكملوا في هذه السلسله. السلام عليكم.